السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وصفنا من ألذ المخبوزات اليمنية، خبز الرشوش. هذا الخبز مستحيل أحد يقدر يقاومه. ويلا نبدأ بسم الله بالمكونات. عندي 4 كوب من الطحين الأبيض لجميع الاستعمالات، وعندي رشة من الملح، وأضيف 2 كوب ماء دافي وأعجنهم لحد ما تتكون عندي هذه العجينة، تكون لينة ونفس الوقت متماسكة. طبعا أقصص العجينة على حسب حجم الطوائي اللي متوفرة عندي. هنا أكورها وأخليها لمدة تقريبا 10 دقائق. بعد ما أغطيها أبدأ أفردها بشكل كامل. وهنا كنت مذوبة شوية سمنة بلدي مع شوية زيت طبخ، وأدهن فيها العجينة وأرشها من حبة البركة. أقصها من النص وألفها بهذا الشكل، وأدهن العجينة بالسمنة وأرش حبة البركة وألفها على شكل رول. بعدين نفس الجزء الثاني أسوي فيه نفس الجزء الأول، وأدهن وأرش حبة البركة آخر شيء، وأخذ الجزء الأول على الجزء الثاني وألفهم رول وأخليها ترتاح تقريبا نص ساعة. وهذا شكلها بعد ما لفيناها. راحت العجينة، أبدأ أسخن الفرن وأسخن التاوة. طبعا نفردها على جهة واحدة، ما تقلبوها على جهتين وتفردوها. بعدين ندهنها بشوي سمنة ورشة حبة البركة وأنزلها على التاوة الساخنة. أول ما تتحمر من تحت أشيلها وأخليها تتحمر في الفرن من فوق. طبعا العجينة ما فيها خميرة، تعتمد على المدة اللي نريح فيها العجينة. طبعا لازم ينأكل وهو ساخن. نقدم مع الفول مع السلطة، وشكرا للمتابعة.